من علامة الألفين متر تندفع خيل التي لم تربح انتاج 4 و5 سنوات بمشاركة عرنون علم السماوي أنيس الجليس ولد كينج قهار أشقر غلوين امتداد فخرهم صقر العناية تشامخ الأنصر سطايا ونجم دبي. الخيل مع بعضها البعض هنا الصدارة تبدأ الأحمر يبدأ السباق في هذه الأثناء هنا نشاهد الانطلاقة مع يتشامخ يحاول الانطلاق ابن دبي ديستنيشن عرنون يطارد إلى ثاني المراكز وأشاهد المحاولات من ولد كينج إلى ثالث المراكز صقر العناية في المركز الرابع هنا نشاهد نواف المضياني مع يتشامخ من الخارج إلى المركز الأول عرنون بجوار السياج يطارد إلى ثاني المراكز وولد كينج هنا نشاهد الخيل مع بعضها البعض سطايا ابنة أقول لك مع محمد النفزي الفرس الوحيدة في هذا الشوط تنتظر في آخر الأسماء وهنا نشاهد لا زالت الخيل على نفس الرتم منذ انطلاقة الألفين متر هنا يتشامخ ينجح في خطف الصدارة ينجح في خطف السياج يطارد إلى ثاني المراكز على ما يبدو هنا نشاهد ولد كينج والمركز الثالث للأنصر الأعلى تصنيف في هذا الشوط فيما علم السماوي في المركز الرابع وأنيس الجليس ثنائي الأحمر هنا يتقدم إذن أنيس الجليس ابن أسي كلير مع إيدي كاسترو من الخارج يبدأ الانطلاقة في هذه اللحظات والأنصر يدفع بقوة مع عبد العزيز الموسى ينجح أنيس الجليس في خطف السباق في هذه الأثناء وهنا ينطلق إلى المركز الأول مع الانطلاقة إلى الأمتار الأخيرة أنيس الجليس يوسع الفارق ويبتعد يحاول الهروب والابتعاد في الظهور الرابع لهذا الموسم أنيس الجليس ابن أسي كلير لسمو الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز في الظهور الرابع له يستحثه الخيال البنم يدي كاسترو يوسع الفارق يبتعد أنيس الجليس في هذه اللحظات محاولات للدخول من علم السماوي إلا أن أنيس الجليس يخطف نتيجة الشوط الخامس ألف مبروك لسمو الأمير فيصل طلب